إذن مشاهدينا، كما سبقت وذكرت في بداية البرنامج، ضيفنا لليوم هو السيد عراس هرادة، الرئيس السابق لمولودية العلمة. قبل البداية والحديث عن الوضعية التي يعيشها هذا الفريق الجزائري، ننتقل أولا أو نتحدث قبل تقرير الزميل وليد شماني عن الوضعية التي يعيشها هذا الفريق الجزائري، وذلك في تقرير وليد شماني. صراعاتكم لا تعنينا، أحوال الفريق تبكينا، أبرز رسالة يحملها عشاق فريق مولودية العلمة الذي أبهر وأمتع قبل موسمين وأرعب الكثيرين بملعب مسعود زوغار، لكنه يسير في طريقه نحو قسم الهواة بعد الصراعات الداخلية الكبيرة التي انعكست سلبا على نتائج الفريق وجعلته من أكبر المهددين بالسقوط. مشاكل البابية التي تتراكم يوميا والتي زادت من حدتها استقالة الرئيس سمير بورديم وتخوف عراس هرادة وحركات من ثقل المسؤولية التي تنتظرهما في مرحلة العودة، كل هذا حال دون التوصل لنتائج تخرج البابية من نفقها المظلم، خاصة وأن أبرز اللاعبين يدينون لإدارة الفريق برواتب مالية وهي التي لا تملك السيولة اللازمة في وضع ينذر أكثر بالانفجار. ففي قراءة لمشوار المولودية خلال هذا الموسم، فقد حطمت كل الأرقام القياسية بعد أن تداول عليها 4 رؤساء للنادي الهاوي، وكان نفس الرقم أيضا في عدد المدربين الذين فشلوا في إنقاذ سفينة النادي من الغرق. الفريق أيضا أنهى الشطر الأول لمرحلة الذهاب في المركز 14 مناصفة مع غالي معسكر ب11 نقطة فقط بعد تلقي دفاعه ل19 هدفا، فيما سجل هجومه 11 هدف في حصيلة هزيلة لم يتقبلها مناصرو الفريق الذين ينتظرون الجديد على رأس الهيكل الإداري والذي يكون بمقدوره إنقاذ الفريق من شبح السقوط الذي يهدد النادي. فهل سنشهد استفاقة زملاء المدافع مدور في الجزء الثاني من البطولة، أم أن الفريق يسير لتكرار سيناريوهات أندية كبيرة بمكانة صغيرة؟ إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع والوضعية الكارثية بين قوسين التي يعيشها هذا النادي، نرحب مرة ثانية بالسيد عراس هرادة. إذن استمعنا سوية ومع المشاهدين لتقرير وليد شماني، قال في جملة: مولودية تسير إلى القسم الهاوي. في رأيك سيد هرادة، لماذا فريق بحجم مولودية العلمة يسير إلى الهاوية؟ خليني ثانيا جدد سعادتي بحضور البلاطو التحدي هذا تاعك. للاسف الشديد هي النهايه تاع التقرير واضحه، لكن البدايه يقول صراعاتكم لا تعنينا، كما الانصار تاع مولوديه العلمه علقوا هذاك الفاني عندها عام ولا ذاك. اليوم مولوديه العلمه ما كانش صراعات، الصراعات كانت في اوجها لما كان فريق يلعب في رابطه ابطال افريقيا. اما هذا الموسم ما كان حتى صراعات، والدليل انه الانتدابات والتسريحات والظروف تاع الصيف اندرت عاديه جدا. حاليا الفريق راه في ازمه وماهيش جديده، وخرجنا اعلاميين في كم من مناسبه وقلنا لهم باللي الفريق ها وين ماشي وين ماشي، بالحدث تاع المسير، بالاحساس تاع المحب للنادي، عارفين انه راح نروحوا للنتيجه هذه. ولو كان يشوفوا الاخوه التصريحات الاعلاميه تاعي اللي فاتت كامل راهي في اليوتيوب، وكانه الواحد راهو عارف وراهو رايح ولا حياه لي من تنادي. تقول ان الصراعات كانت في الموسم الماضي وليس هذا الموسم. في الموسم اللي قبل الماضي. نعم قبل الماضي. الا ترى ان تلك الصراعات هي اللي ربما وصلت الفريق الى هذا الوضع؟ هي نتيجة تراكمات نعم. ربما الصراعات تاع الموسم اللي قبل الماضي لما كان فريق يتألق في البطولة الوطنية، كان فريق من بين أحسن الفرق الجزائرية وكان متأهل يلعب في رابطة أبطال إفريقيا، كانت الناس تدير في تصارع من أجل استيلاء الفريق هذا. ولما مشى الفريق للناس بطريقة غير قانونية، نظن النتيجة حتمية اللي رانا فيها. لكن اليوم قلنا نديرو بوز، نقعدو ونشوفو المستقبل تاع الفريق هذا. في كم من مناسبة أنا نمد يدي للناس نقول لهم الناس فكونا، ما نزيدوش نهضرو على الماضي، نهضرو على المستقبل تاع الفريق هذا، كيفاش ننقذوه. اليوم راهو
براتيك مورا في القسم الهاوي كان مرتبة ما قبل الأخيرة ب 11 نقطة. إذا توقفت البطولة اليوم مولودية العلمة راهي في القسم الهاوي. إذا توقفت البطولة تاع القسم الثاني اليوم مولودية العلمة راهي في القسم الهاوي، وهذه كارثة بالنسبة للبطولة الجزائرية. قبل موسمين أنا تكلمت في الإعلام وتكلمت حتى مع الحاج أنه مش مولودية العلمة اللي طاحت، كرة القدم الجزائرية هي اللي سقطت. لانه كان احسن فريق، احسن هجوم، احسن ممرر، احسن، كانت من احسن الفرق في ذاك الوقت. بصح هذه المره لو كان تسقط مولوديه العلمة الهاوي، الرجوله تاع ناس العلمة، الشهامه تاع ناس العلمة، النيف تاع ناس العلمة هو اللي يسقط، ماشي مولوديه العلمة. الان نروحوا نستمعوا الى رئيس الفريق سمير بورديم خلال المباراه الاخيره امام الشباب عين الفكرون، اين تحدث عن الوضعيه الحاليه للفريق مثلما نستمع اليه في الميكروفون سليم شقعار. حركات وهذا طلبوا مني باه ندير لهم كوبتاج في مجلس الاداره باه ندخلهم وندير منهم واحد رئيس. بالفعل درت اجتماع ودخلتهم. دخلتهم وهما الذكا لليوم ما شفت من عندهم حتى خبر، واحد ما حب يجي. وهذا الفريق تاع مولودية العلمة مش فريق مولودية بورديم، فريق مولودية الناس كل، الناس كلها هاربة. أنا تعبت، خدمت، شقيت، خسرت صوالدي، خسرت صحتي، واحد ما كان يعاون فيا، وشني نطلب من السلطات يجيو يديو الفريق هذا عليا، ما نسحقش، ما نحوش على فريق. أنا سيبورتير، نولي في ليكرادا كيما الناس. تعليقك على هذا التصريح؟ لا نظن فيها مغالطات في التصريح هذا، لانه يعني يقول حركات وهرده طلبوا مني باش نزيدهم في مجلس الاداره. احنا انا ما طلبتش باش نكون في مجلس الاداره، انا طلبت مديت يد المساعده. جا لي الاخ عبد الرزاق حركات وكنا في خلاف كبير وتفاهمنا، نصفيو النيه ونصفيو القلوب ونحاولوا نديروا اليد في اليد ننقذوا الفريق، وفي الصيف نعاودوا نتهاوشوا كيف كيف. وشنو هي المقترحات اللي مديناها؟ مدينا انه السيد سمير بورديم عنده ما يقدرش نصلوه. انا واش قلت لعبد الرزاق حركات يقدر يشهد انه مش كل مره نجيبوا واحد وندزوه يخرج من لابتيت بورت. الاخ سمير بورديم سواء اخطا ولا خدم ولا ما خدمش، نعطيوه فرصه انه يخرج من لا جروند بورت ويلايم لا كونتابيليتي تاعو ويعدل البيلون تاعو. في النقطة بالذات كل مرة يتم فيها تداول اسمك سي عراس هرادة تقول نرجع من بعد ما ترجعش، يعني حبينا نعرف راح ترجع ولا لا؟ لأنه باش نرجع لازم ننقذ الفريق، باش نرجع لازم ننقذ الفريق، وباش ننقذ الفريق لازم تهيئ لي ظروف العمل. ما هي الظروف اللي راك طالب بها؟ أولا قلنا أن مجلس الإدارة، وأنا في الاجتماع تاعي معهم وقلت للأعضاء تاع مجلس الإدارة وراني في الإعلام نعاود نقولها، مجلس الإدارة هذا اللي ثلاث شهور ما يقدرش يلقى رئيس. لو كان يتوفى رئيس مجلس الإدارة هذا ما تقدروش ديروا رئيس، تروح مولودية العلمة. هو قال لك الناس كلها عنده ثلاث شهور، عنده ثلاث شهور ويقول ديميسيونيت، عنده ثلاث شهور ويستقيل، وهما يقولوا له اقعد ما تروحش، ويخرجوا للشعب يقولوا لهم هو اللي ما حبش يروح ويلايموا عليه في الناس. مجلس الإدارة هذا ما تحملش مسؤوليته وما يلقاش من الاعضاء تاعو رئيس. شكون هما هاد الناس؟ اعضاء مجلس الاداره دون ذكر الاسماء في 11 ولا في 12 ما قدروش يجيبوا من نصهم رئيس. قانون تجاري واضح، الجمعيه العامه تنتخب اعضاء مجلس الاداره، اعضاء مجلس الاداره ينتخبوا الرئيس. صح. الرئيس مات، استقال، عنده مانع، لازم مع اعضاء مجلس الاداره يلقاو البديل رابيدمون باش الفريق يمشي. اذا كان اعضاء مجلس الاداره في مده تاع ثلاث شهور ما قدروش يخرجوا من نصهم رئيس، يروحوا هما، وعلاش يقعدوا؟ انا قلت يعني انت طالب باقاله مجلس الاداره؟ انا طالبت من خلال الاعلام والله في الاجتماع تاعي مع مجلس الاداره بالوضوح وبالصراحه. اللي يجي يتحمل مسؤوليه مولوديه العلمه مستقبلا لازم هو اللي يختار المسيرين اللي يجوا معه. قضيه الناس تجي من وراء رئيس، اذا مليحه يقولوا احنا، وإذا ماشي مليحة يقولوا راهو هو. هذه مبركوها في مولودية العلمة، هذه هي اللي أثرت فينا. إذا كان واحد جاي يتحمل المسؤولية تاع الفريق يختار مسيرين معاه، هو يرسم السياسة العامة تاع الفريق وهما يعاونوه باش ينفذها. الناس إذا كان قلت لهم الكلام هذا وناس ما فهموش، مانيش باش نقريهم في كيفاش يفهموا. قلت لهم يروحوا يخليوا الفريق هذا يخرجوا يديروا ندوه صحفيه يقولوا احنا استقلنا ولا يسلموه للسلطات وحنا نجيو نديهم. يعني لو استقلوا راح نشوفوك
رئيس مجلس الإدارة. أيضا كاينة مناقشة واحدة أخرى مع السلطات المحلية على قضية النادي الهاوي، لأنه احنا عندنا في العلمة وفي سطيف تقريبا نفس التركيبة تاع الجمعية العامة تاع الشركة، وين النادي الهاوي أكسيونير ماجوريتير ب 83%. دوك أختي إيمان أنا نجي دون لي ميديا نحط 4 ملاير ولا 5 ملاير ونحاول ننقذ الفريق أنا والإخوة اللي يجيو معايا والناس اللي يجيبوا صواردهم، ومن بعد نروحوا الجمعية عامة في نهاية الموسم يقولوا لنا تفضلوا احنا ماجوريتير، احنا هما اللي نصرفوا، ما نعقبوا لكمش البيرو. دوك لهنا لازم تكون مفاهمات، الضامن تاعها هي السلطات المحلية. شكون اللي يضمن لك؟ هي تضمن لك السلطات المحلية، سواء بالناس اللي راهم في النادي الهاوي ولا بتغيير الناس اللي راهم في النادي الهاوي. هذا هو النقاشات اللي راهي صارية في مولودية العلمة اليوم. عمرنا ما تهربنا من المسؤولية. هما ناس يقولوا انا عيطنا له ما جاش، انا قلنا له ما جاش. انا قضيتي ماهمش ماهيش معاهم هما. هما ناس داو الفريق وسيروا، كاين فيهم اللي سيروا معايا، كاين اللي سيروا قبلي مع بوذن وقعدوا معايا، زادوا قعدوا مع حركات وزادوا جو مع سمير بورديم. نفس الاشخاص، نفس الاسماء، نفس لا مليحه يقولوا احنا اللي درنا، لا ماشي مليحه يقولوا هو. والاخ هذا سمير بورديم راح نختلف معاه، راح نستمعوا ايضا الفكره هذه. رغم اني نختلف معاه في كثير من الامور، بصح انا لو كان جيت معاه في مجلس الاداره انا مطلوب مني نحميه، موش نروح نلايم عليه الدر الصغار ونقول لهم هو ما حبش بركه. وكل ديما هو يتعرض للضغوطات هذه لانه هو ثاني ولد بلاد ويدور في البلاد وعنده عائله وعنده خوته وعنده فاميلته وعنده ولاده. الانسان يكون مسؤول. احنا رانا معاك في السراء والضراء. اذا كان الضراء ماناش معاك والحاجه مليحه معاك، احنا كرهنا في مولوديه العلمه من الامور هذه. راح نستمع الى تصريح ثاني لسمير بورديم ليأكد فيه انه منسحب مره اخرى من رئاسه فريق مولوديه العلمه. منهم حركات واش قال لي؟ قال لي نزعكوا 60% من اللاعبين ونجيبوا نطلعوا ليسبوار ونلعبوا في راسنا طايحين، هذه ما يقبلها حتى واحد. لعبوا في راسنا طايحين، باه ما نخسروش الصوار، وانا راني عندي الاستقاله تاعي موثقه في مجلس اداره، راهي الناس واحد ما حب يجي، كاين 71 مساهم وكاين النادي الهاوي، واحد ما حب يجي يهز الفريق هذا. مستقيل راني مستقيل راني مستقيل، باسكو لا اشباه الانصار هذو ويمرمدوا لي في والديه، ناس ما تحشمش ولي عد. السلام عليكم. نظن فقط ما كملتش الفكره انه زادونا في مجلس الاداره. والله يا اختي ايمان نتاسف واش راهو صاري في مولوديه العلمه. الناس اللي كانوا خانقين من دايرين نحبل في الرقبه على الاطر القانونيه وكذا وكذا، وبعد اللور وتم تطبخش في القانون، اليوم يهز 21-27 من لا ريسبسيون تاع الاوتيل ويكتب محضر، بينما المحاضر تاع مجلس الاداره يندارو في حضور امين الجلسه اللي هو مدير عام تاع الشركه، واذا كان غايب بمانع تاع مرض ولا استقاله يجيبوا له سيجيستيس في بلاصتو، ويندارو داخل ريجيستر بارافي من عند المحكمه، ويروحوا لعند النوتير يندار لهم الايداع. هذو محاضر تاع مجلس اداره اللي بطريقه قانونيه. السيد اللي كتب المحضر هذا في 21-27 وخرج قال للناس انا زدناها الراده وحركات، وغايبين احنا. كيفاش تزيد اعضاء مجلس اداره تزيد ديرهم في المجلس، دير توسيع في مجلس اعضاء غايبين؟ ماشي انتم اللي طلبتوا؟ مجرد ذر للرماد في العيون للانصار باش يخمجوا هالرداء ويقولوا لهم احنا. ما جاوبتنيش على السؤال، ماشي انتم اللي طلبتوا؟ احنا قلت لك كنا في مفاوضات مع الاخ سمير بوردين ومع رئيس البلديه بالمقابل على قضيه النادي الهاوي، ومع الاخ سمير بورديم كيفاش يقعد يرتب اموره في عقله، وفي نفس الوقت احنا نمشيو بالفريق. وهذه بدات من قبل مقابله الخروب، يعني راحوا 5 مقابلات قبل ما مقابله بجاياس كيكدا، راحوا حوالي 6 مقابلات والناس تربح في الوقت. نظن لو كان مشينا في الطرح هذا على الاقل في الليله اللي تعشينا في الخروب مع رئيس البلديه، لو كان فريق مولوديه العلمه اليوم يلعب الصعود ما نهضروش على البقاء ولا على السقوط، على الاقل كان نتلايموا عليه ونمشيو فيه مليح. القضيه تاع تزيد انسان في مجلس الاداره وهو غايب باش تسكت الناس برك، انا نتحداهم الناس هذو اللي في مجلس الاداره يجيبوا لي محضر صحيح وحقيقي يوريه في الاعلام باللي زادونا انا وحركات في مجلس الاداره، لانه على الاقل يكون حاضر مدير عام تاع
تاع الشركه اللي عنده كارني بارافي من المحكمه يسجل فيه المحاضر، على الاقل يكون محضر بمحضر قضائي. ناس تلاقاو ما يلقاو ما يديروا، عقبوا الوقت كل ديما اجتماعات هناك تزوير في هذه القضيه؟ هناك تزوير؟ نعتبره تزوير يعني؟ مش تزوير، هو مجرد ذر للرماد في العيون باش يخرجوا الانصار يقولوا لهم احنا زدناهم معنا في المجلس بصح هما ما جاوش. هذا ما كان، هذا هي القضيه مفهومه. سي رادا، الناس اللي طعنوك انت في الظهر هما نفسهم اللي طعنوا بورديم؟ ما في محيط مولوديه العلمه، في هذاك الوقت كانت ظروف زي خلاف، كان فريق متالق، كان فريق عنده سوارد، كان فريق لاباس بها، عنده مداخيل وعنده اللاعبين تاعو يشوا ويغلوا. فذاك الوقت صرا طمع تاع الناس تحكم الفريق وتمشي به وربما تنجح به. لكن اليوم الظروف تغيرت، الفريق مفلس كما كان يقول اخ فريد نزار، ويحتاج البيجي تاع 13 14 مليار باش يكمل الموسم ويلعب من اجل السقوط. يعني ممكن اليوم مش قضيه طعن تاع السيد هذا، اليوم قضيه تاع ناس ما تحملوش المسؤوليه لانهم راهنوا على بديل، ولما مشاو مع البديل هذا شافوه باللي ما قدرش ولاو هما يطعنوا فيه ويقولوا ما يقدرش وكذا، وحنا كنا مع هذاك، وحنا هما اللي خلقوا هذا البلبله في الشارع. انا ماني ضد حتى واحد، وقلتها لهم ما قبلتهمش معايا في التسيير، الا ما قبلتهمش معايا مش معناتها اني ضدهم، معناتها ان الطريقه ولا الاستراتيجي تاعي في التسيير ما توالمش معاهم. هما يفكروا زي ما فهموش، وكانه هو تخوف من انك تحكم الفريق في هذه الوضعيه. بيان سور تخوف، اي واحد راح يجي راهو كاميكاز انتحار. لكن البلاد واش عطاتني انا، مولوديه العلمه كونتني كمسير وخرجتني للجزائر كرئيس فريق متكون جيدا، المفروض عليا اني ريسكي، المفروض عليا اني نقدم مهما كانت النتائج مهما كانت العواقب ونتحملها. لكن كي تعودي عارفه ايمان انك ماكش راح تنجحي في ظل الظروف المحيطه هذه، وتقولي يا ناس لكن تنحيوا لي الظروف هذه ممكن نقدر ننجح، ولكن قعدت كيما هكذا نقعد في نفس المشكل. هذا واش قلت انا، هذا واش. هل الفريق يدفع ثمن المؤامرات اللي كانت في الصيف؟ فريق اليوم نقولها بكل صراحه في الاعلام، ان شاء الله السيد والي ولايه الصيف يسمعني، اللي جا الولايه وبدل، حسينا كاين تغيير في ولايه الصيف لما جاء، وتحركت المشاريع من كل جهه وتحركت الامور من كل جهه. الفريق ضحيه تاع تخلت عنه السلطات المحليه بما فيها سيد الوالي الولايه السابق اللي سمح فيه، اللي كان فريق في المستوى وما حماهش. اليوم سيد والي جديد، سيد ناصر معسكري تاع كره القدم وراجل تاع ما يبقى، لازم يفهم واش وراه المشكل ولازم يتخذ قرارات. يعني شفنا في كل بعض الولايات الولايات هزوا قرارات وين رجعوا الفرق للسكه، يقدر يهز قرار. شنو هو القرار اللي كنت تنتظروا فيه من هذا الوالي؟ سهل القرار، يعني هو اولا لازم يسمعنا، اولا لازم يسمعنا، ما يبقاش يسمع. نقولها بكل صراحه، كاين بعض الاطراف في سطيف من بينها في مديريه الشباب والرياضه عندهم التحفظ لعودة عراس الرادة، وربما حكيم سرار في سطيف يولي يدير لهم شونطاج. هذا الامر هذا نورمالمون يتجاوزوه، لانه لو كان جات وفاق سطيف اللي راهي في ازمه عبد الحكيم سرار يجيبوه يديروه والي مش يديروه رئيس فريق. المولودية العلمه في ازمه، محتاجه مسير تاعها، محتاجه مسيرين تاعها. سيد والي الولايه يهز قرارات، امشيوا انتوما تفضلوا انتوما. بين هذه الصراعات بينكم وبين الاداره الحاليه، هناك الفريق من يعاني، وهناك ايضا المناصر، هذا المناصر اللي يروح صراحه ضحيه ربما بعض الصراعات. اقول نستمع الى تصريحات الانصار وتعليقهم على ما يدور في بيت مولوديه العلمه. فريق مولوديه العلمه راه في ازمه ووضعيه كارثيه، انت مرحله الاياب كارثيه على طول الخط، نتائج سيئه، مشاكل اداريه، مشاكل اداريه اللي خلات الفريق في الاخر، والفتنه الناس لازم تلم بعضهم. احنا نطلبوا منهم يلموا بعضهم ويجتمعوا يديروا لم الشمل، ومصلحه الفريق هي قبل كل شيء،
الناس لازم تسمح من حقها، هذا يسمح بشويه، هذا كل واحد يسمح من حقه شويه باش نتحدوا ونديروا الفريق هذا ويقوموا به ونديروا وضعيه نحيوا الوضعيه هذه، وكي الفريق يولي كما الفريق كما كان من قبل ان شاء الله. النتيجه راهي تحقق فعلا، ما نتيجه طيبه وما كانش الناس تستنى في ريزيت هذم، وان شاء الله يديروا لي الجديد ويعاودوا الفريق ترى يقلبوا في البلاصه الحقيقيه. حقيقة لما نستمع لهذه التصريحات نلاحظ أن هناك وعي ربما لدى المناصر أكثر أحيانا من بعض يعني المسيرين. والله العظيم الأنصار تعمل بالعلمة بصفة عامة، يعني الواحد باش يمد لهم حقهم، ما فاهمين قضية مولودية العلمة جيدا جيدا جيدا. الأنصار هادو يتهموا فيهم ويقولوا لهم تاعنا فلان ومسلككم فلان وتمشيوا مع فلان، لكن هما من منذ سقوط النادي الموسم ما قبل الماضي وهما واقفين على مبدا انه الفريق اختطف مشى في حسابات انتخابيه وسياسويه وكذا، استغلوه ناس. اليوم الناس هذو شافوا باللي ما فيهش فايده رماوه بقى يتخبط في المشاكل تاعو. بالمناسبه كنت نسمع التصريح تاع الاخ سمير بوردين يقول عبد الرزاق حركات عرض عليا وعرض عليا، هي مجرد نقاشات في الاستراتيجيه تاع كيفاش نمشيو للمستقبل. نظن ما فهمهاش مليحه باش نوضحها للراي العام، باش ما يقولوش هذا حب يطيح الفريق. احنا ماشيين باش نديروا نزيدوا الديون والمشاكل للفريق، وممكن ننقذوه ممكن ما ننقذوهش لانه في الوضعيه اللي راهو فيها صعبه. اذا كان مشينا بالطريقه هذه اللي راهم يخموا بها راح نروحوا الموسم القادم الكوارث واحده اخرى، والاثار تاع الموسم هذا تزيد تطيح علينا العام الجاي ونزيدوا ممكن نسقطوا. قلنا نحبسوا ليموراجي، نديروا استراتيجيه جديده، وحنا كنا نتناقشوا فيها متاكدين انها تنقذ الفريق. ربما ما فهمهاش الاخ سمير بورديم، ربما فهمها لكن هناك تصريح غريب كان للسي حركات لما تكلم ما دار بينك وبينه، يعني كان هناك شيء غريب، قال انه انك يعني انت وياه تفهمتوا انه لما تحكموا الفريق يعني الفريق تخليوه يهبط للقسم الثاني هوات ومن بعد راح تولوا الرئاسه. لا ما فهمتش، هذا هو اللي كنت نجاوبك عليها، هو ما فهمش. يعني المناصر اللي يسمع هذا التصريح راح يستغرب. لا هو ما فهمش، المفروض هذه نقاشات بينه وبين عبد الرزاق في زاويه مغلقه، نورمالمون تقعد في النقاشات. صح المفروض احنا نديروا استراتيجيه باش ننقذوا الفريق وباش ما نقعدوش العام الجاي في مشاكل كبيره تاع ديون باش نلعبوا الموسم القادم الصعود. هذا لازم انسان استراتيج يقدر ينقذ الفريق ويقدر يخليه موش مديون الموسم القادم. اذا كان مشينا بالطريقه اللي رانا نمشيو بها بيك المصالري 2 مليار ورايحين ما عندنا حتى مداخيل وماشيين برك، الموسم القادم تشوفي اخت ايمان واحد شكا منا واحد شكا منا ونحاولنا تنقط منا وحبسونا على ريتمو منا ونروحوا في مشاكل كبيره وممكن نزيدوا رانا في طريق مولوديه باتنا. ما قدرتوش تجيبوا الاموال للفريق هذا؟ كي نكونوا مسؤولين نجيبوا الاموال، لانه يعني فريق مولوديه العلمه لما كنت مسؤول عليه كان يجيب الاموال. اليوم كل واحد يتحمل مسؤوليته، كي نكونوا مسؤولين كل واحد عنده جماعته يجيب، نقدروا نجيبوا اموال، لكن شكون ضامن الناس هذو في اموالهم؟ اليوم كل واحد عنده رجاله اللي يتكل عليهم، لو كان يجي يقدم اي واحد عنده ناس اللي يقدروا يعاونوه. نظن احنا في مرحله تاع الناس كل لازم تحمل المسؤوليه، عيان المدينه رجال المدينه كما قلتها، اذا سقط مولوديه العلم هذا الموسم الرجوله تاعنا والرجال تاع مولوديه العلم هما اللي سقطوا، لانه يعني الفريق يقدر يقعد عام عامين ويعاود يجيوه ديجان ويوقفوه ويعاود يطلعوه، بصح الرجوله النيف الشرف تاع رجال العلم هو اللي راح يسقط. صراحه لو ترجع لرئاسه النادي راح تنقذ هذا الفريق من الوضعيه اللي راه فيها؟ نحاول. اخت ايمان انسان في الفتره اللي فات كان عندنا الاستاع، نقول لك ننقذ الفريق قبل مقابلة الخروب وقبل مقابلة بجاية قبل مقابلة الشلف قبل مقابلة، نقول لك ننقذ الفريق، يعني عندي متسع من الوقت باش نشوف التعداد نخير ندير الميركاتو تاعي نسرق شوية نقط. لكن اليوم الفريق راه في فترة مرحلة العودة
مرحلة العودة احنا عندنا في العلمة هي العائق الكبير، لأنه يعني كنت تبعي التاريخ تاع مولودية العلمة تلقينا نديروا لالي مليح والروتورن ما نقدروش، لأنه لو برومي هونديكاب تاعنا في العلمة هو الملعب، هو أرضية الملعب اللي هي مشوشبة طبيعيين، وكي تكون أمطار وثلوج تولي عائق لنا وتولي يستفاد منها لادفيرسير، وكي تشوفي كل مراحل العودة تاع مولودية العلمة ما تكونش مليحة، ما تكونش مليحة، لأنه كي تشوفي ملعب كيما هذا في مكان شويه عالي وكل مره فيه مشاكل تاع حتى اني مره من المرات درت دعوه قلت لهم لازم نديروا قرار على الملعب هذا، لانه واحد من اسباب سقوط تاعنا القسم الثاني، واحد من اسباب سقوط تاعنا، لانه الفريق اللي يجي يسكر في ايام الشتاء في ايام الثلج في ايام الامطار يسكر يدي نقطه ولا يسرق لك النقطه ويروح. رد ربما سؤال بينك وبين نفسك، يعني لما تحدث انه الصراعات هي السبب الرئيسي اللي خلى الفريق يروح ربما يتجه باتجاه النزول يعني الى قسم الهاوي، ما تشوفش تقول انه احسن لو ما دخلتش في هذه الصراعات، احسن انه نشوف الفريق فريق القلب يعاني في هذه الوضعيه؟ لا انا ما دخلتش في صراعات، انا كنت ماشي في الفريق. انا اختي ايمان نعاود نقول لما جيت في 2012 كان فريق محتاج مسير ما لقاوش وما كان حتى واحد يعرفني، وجيت تحملت المسؤوليه تاع الفريق هذا. والعام الاول تاعي مع المجموعه اللي معايا درنا مرتبه ثامنه، والعام الثاني درنا مرتبه رابعه، والعام الثالث لعبنا رابطه ابطال افريقيا وتالقنا افريقيا، وكان عام كما كنا نحكيو في الكواليس خاص جدا، وين سبع فرق ولا ثمانيه انهت تقريبا براتيكمون 14 فريق كانوا يلعبوا السوق. جات على راسنا احنا مولوديه العلمه، لكن اللي هلكت الفريق تاع مولوديه العلمه هي الغيره، هي لا جالوزي، كيفاش السيد هذا كان ما كانش وليه ليه جا ودار اسم ومشى الفريق وحنا درناه وحنا جبناه، وهذا هو المشكل تاع مولوديه العلمه اللي قلت في مستقبلا. شكون كانوا غايرين منك؟ صراحة شكون هاد الأطراف اللي كانوا غايرين مع معروف اللي داروا عليا المشاكل اللي راهم اليوم مازالوا اليوم يحاربوا من اجل عدم عوده عرس الردة هي غير برك ما عندي معاهم حتى مشكل، لو كان واحد فيهم درت له مشكل يقول. لليوم مازالوا يحاربوا ومازالوا واقفين ومازالوا تشوفي مدايرين حس كبير غير هو ما يوليش. بصح انا ما هادو الناس ما وصلتوا الفريق للمرحله هذه، انتم تختفيوا من العلمه، انتم ترحلوا من العلمه ما تقعدوش فيها، لانكم راهنتوا على ارواحكم انكم تقدروا تجيبوا ناس وتمشيوا بهم تمشيوا الفريق من وراء الستار، وقعدتوا لليوم الفريق يعاني وراح للهاويه نورمالمون يحشموا على ارواحهم. مازال نشوف ناس تتكلم وناس الناس اللي داروا لجنه الانقاذ ناس كبار في البلاد شكلوا لجنه الانقاذ باش نحاولوا على راس الراده، كاين اللي راحوا للولايه، كاين اللي عندي الرسائل تاعهم اللي مشات للادارات. هذو ناس نورمالمون يتحملوا مسؤوليه اليوم يعتذروا للناس، لانه من اسباب انا قلتها في الاجتماع تاع مجلس الاداره، لانه من اسباب اللي وصلت مولوديه العلمه لهذا الشيء هذا هو الظلم اللي تعرضوا ليه سواء انا ولا المجموعه اللي كانت تسير معايا حتى في ذاك الوقت. هذا الشيء طبعا النتائج تاعو هاي واضحه. ما تشوفش انه فريق مولوديه العلمه يعني يدفع الثمن بتواجده في مدينه فيها وفاق سطيف؟ الحق يقال وفاق سطيف استفاد من وجودنا احنا في القسم الاول. كيف؟ لانه تخلق المنافسه، ولما تخلق المنافسه يطلع المستوى. ربما نقولها لاول مره في الاعلام، وكاين الناس يوافقوني بزاف من الناس الاخوه الاعلاميين يوافقوني، انه وفاق سطيف لما فاز بكاس افريقيا للانديه البطله لما اشتدت المنافسه بينه وبين مولوديه العلمه اهلي البرج. خلاه يطلع المستوى تاعو لربط ابطال افريقيا، لحقنا احنا للمستوى هذاك لانه خلقت منافسه تخلي كل واحد يحب يطور الفريق تاعو للاحسن. لو كان تروح مولوديه العلمه وتروح اهلي البرج وفاق سطيف راح يتاثر بالمنافسه، راح يتاثر من ما كاينش لا كونكيرونس. يعني ثقي انه مستقبلا راح يكون فيه مشاكل. اما تاع وجوده في القسم الاول مع وجودنا احنا، طبعا لازم تكون كاينه منافسه، لازم يكون كاين في المنافسه صراعات عاديه ما بين ناس وناس، ما بين اشخاص واشخاص، وهذا عادي جدا. انا شفناها حتى في اكبر العواصم في العالم،
نقراو على شاكي ودورتموند نهضروا على الافريقي والترجي، هذو امور تصرع في كرة القدم، لكن المنافسة طلعت المستوى. شكرا عراس هرادة الرئيس السابق لمولودية العلمة على كل هذه التوضيحات. ابقى معنا الآن، برنامجنا مازال متواصل، راح ننتقل إلى فقرة جديدة المحترفين.